نسيت أن أذكر لكم، ولذلكم الذي سألته، أنني لم أكن أحافظ على الصلاة في ذلك الوقت جهلا مني، وإذا صليت فإنني أصلي بدون خشوع، ولم أكن أعرف أهميتها وضرورتها. فقالت لي إحدى الأخوات: ليس عليك بالقضاء، لأنك لم تكوني تصلين، والذي لا يصلي بحكم الكافر. نعم، هو كذلك. إذا كنت مضيعة للصلاة في تلك الفترة، تلك السنوات التي لم تكوني تصومين رمضان فيها، وأنت مضيعة للصلاة، فأنت لست على الإسلام، ولو صمت فصيامك صحيح. إنما الفتوى بالقضاء إذا كنت محافظة على الصلاة، ولكنك تركت الصيام بحجة الضعف كما ذكرت. نعم.